تحتضن العاصمة على أرض معرض بغداد الدولي الدورة الأولى للمعرض الدولي لمكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة والأمن السيبراني. المعرض الذي ينظم برعاية رئيس الوزراء انطلق بمشاركة عدد من الشركات الأجنبية والعربية وبحضور عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية والأمنية العراقية والدولية. نعقد هذا المعرض والمؤتمر الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة وبمشاركة دول شقيقة وصديقة. هذا المعرض الذي اشتركت فيه دول عديدة وبأكثر من 15 شركة، وفي قضايا فنية وتكنولوجية متخصصة. المعرض الذي سيستمر 4 أيام يهدف إلى التعاون في مجال التصنيع الحربي والأمن السيبراني، تعاون يسجل له الحضور لأول مرة عبر هذا المعرض الذي يضم شركات متعددة وبمجالات متنوعة. في شركة S&T موتيف من كوريا. احنا شركة S&T موتيف الكورية قبل 10 سنوات الأخيرة بدأوا يصدرون للعراق الأسلحة الخفيفة وكذلك الثقيلة، فاحنا عثرنا على النتي لهذا المعرض على مود أن نبقي علاقتنا جيدة مع الشعب العراقي والحكومة العراقية. ندعو من خلال مشاركتنا بهذا المعرض القطاعات الحكومية والشركات الأمنية لتجربة العجلات المنتجة في شركتنا، دعما للمنتج الوطني والصناعات الوطنية. يأتي المعرض ليتضمن بانوراما ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في الأمن السيبراني، خطوة باتجاه المساهمة في الجهود لمكافحة الإرهاب عبر إعادة ترسيم الخطط الأمنية على أحدث الآليات. إذن يتيح المعرض فرصة لتزاوج الخبرات العالمية مع الخبرات العراقية والتعرف على آخر الصناعات العسكرية، وهو ما يساهم في تعزيز قدرة المنظومة العسكرية. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.